مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هتكلم عن سهم هيمز أند هيرس بناء على طلب السادة الكرام المشاهدين. مبدئيا الخطاب موجه لمن يمتلك مراكز افتراضية في تداول ورقي مفتوح في السهم، لأن مفيش أي إشارة للدخول الافتراضي في هذا السهم من وجهة النظر التحليل الفني في الوقت الحالي، ولكن على من يمتلك مراكز افتراضية تحديث صمامات الأمان، وهو صمام أمان واحد مشترك، ولكن تختلف أيام التأكيد حسب اختلاف نوعية المستثمر. طبعا في انطلاقة أكثر من ممتازة للأعلى نرتكز فيها إلى حد ما على منطقة دعم سيكولوجي ومعنوي حول مناطق 60 دولار. طبعا 60 دولار نفسها دعم، ولكنها بمرور الوقت أصبحت دعم مضاربي وليست دعم قصير الأجل. ونخلي بالنا من نقطة، قبل الطلوع الخاص اللي حصل بالأمس كان صمام الأمان عنده 47.5، بمعنى إن القفزة اللي حصلت من 47.5 لقرابة ال 58 ساعدت على سحب صمام الأمان للأعلى. طبعا انا اتاخرت في تلبيه الطلب لان كان في ناس طلبته بقالها يومين ثلاثه، فوقتها كان صمام الامان هيبقى حول 47، والحمد لله ما اتكسرش للاسفل. ثم مع انطلاقه الامس سمح لنا بسحب صمام الامان للاعلى مره اخرى، فالتاخير جه بخير، بمعنى ما احتاجناش نحدث صمام الامان كتير. لكن لو كرر السهم نفس السيناريو السابق، يعني بعد الصعود القوي ده لقيناه مثلا بهذا الشكل بيعمل كده مثلا كمثال، يعني ما بيطلعش كتير ولا بينزل كتير وشبه ثابت في مكانه، ممكن جدا نسحب صمام الأمان مرة أخرى للأعلى نحو ممكن 62 63 64 بالنسبة للمضارب الافتراضي. بينما المستثمر الافتراضي قصير الأجل يظل صمام الأمان عند 59. الكلام واضح؟ لو كرر هيمز اند هيرز السيناريو اللي فات هيختلف وينفصل صمام الأمان المضاربي عن الصمام الأمان قصير الأجل. طيب نرجع لأرض الواقع ونقول إن بالنسبة للمضارب الافتراضي كسر 59 للأسفل مع إغلاق يوم غير يوم الكسر نفسه أدعى للتخارج وجني الأرباح من المراكز الافتراضية المفتوحة، مع العلم إن 59 بالمقارنة بسعر السوق بعيدة قوي، لكن ده عيب من عيوب الارتفاع السريع الحاصل في هيمز اند هيرز ويجب التعامل معه. وعلشان كده ما قلناش يومين ثلاثة، قلنا يوم واحد. بينما كسر ذلك المستوى مع إغلاق 3 أيام أدعى للتخارج من المراكز الافتراضية قصيرة الأجل المفتوحة. وأنا متفائل إن شاء الله إن بالانطلاقة اللي حصلت بالأمس مع حجم التداول المرتفع السهم يكمل لفوق ويبدأ حتى لو بمعدل أقل، يعني يكمل لفوق حتى لو بمعدل أقل ويبدأ نوعا ما يكون لنا مناطق دعوم أكثر قربا من سعر إغلاق السهم، مما يجعل سحب صمام الأمان للمرة الثالثة أفضل، ولا يوجد مسافة بينه وبين سعر السوق أكبر، مما يجعل المخاطرة لمن يمتلك مراكز مفتوحة أقل، لأن دلوقتي المخاطرة مرتفعة جدا بالنسبة لهم لأن صمام الأمان بعيد قوي عن سعر السوق. فنتمنى من السهم مواصلة الصعود ولو بمعدلات أقل، مش مشكلة، المهم في رأيي تكوين دعم أعلى يسمح بسحب صمام الأمان لمسافة أقرب من سعر السوق الحالي، لكي تنخفض المخاطرة على من يمتلك مراكز افتراضية مفتوحة. أنا أظن كده بكرر نفسي، لكن التكرار واجب نظرا لأهمية الموضوع، وأظن كده رؤية السهم اتضحت. رايح على فين؟ سماوات مفتوحة. يعني فين؟ يعني هنحدد صمام الأمان وفقا لحركة السهم كلما صعد إلى أن يكسر صمام الأمان للأسفل. لكن لو عايز رقم، يعني لا يوجد غير أرقام مستديرة استرشادية ما بين 80
وال85 ثم ال90 وال95 وال100 وهكذا، وإن كنت أستبعد مواصلة نفس قوة الصعود حتى ال100، ولكن أتمناها أتمناها. وإلى ذلك الحين اتباع سياسة سحب صمام الأمان كما ذكرنا وكما شرحنا هي الآلية الأفضل لجني الربح مع أول حالة ضعف. ممكن نعاود تحديث صمام الأمان الخاص بهذا السهم في تعليق على منتدى القناة سريعا إذا ما استلزم الأمر، بعد 2 3 أو حتى 4 أيام بعد إصدار هذا الفيديو. وأسفين جدا على التأخير في تلبية الطلب لسببين. أول سبب إن إحنا على سفر، أنا على سفر. تاني حاجة ضغط العمل شديد شديد للغاية يعني، وأنا أعمل بشكل فردي. أرجو التكرم بدعم القناة بالشكل الذي ترونه مناسبا. كان معاكم وائل يحيى، خبير فني اقتصادي معتمد دوليا من الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين. بالتوفيق إن شاء الله.